الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير، وأن ييسر لكم سبل الخيرات والطاعات، وأن يتقبل منكم أعمالكم الصالحات. وبعد، فيتفضل الله علينا جميعا بأن يجعلنا ممن يتدارس كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كنا ابتدأنا ببعض الأحاديث في كتاب الصلاة، ولعلنا أن نواصل بقراءة عدد من الأحاديث في هذا الكتاب. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قوله لا يصلي أحدكم نهي عن الصلاة حال صفة خاصة. قوله في الثوب الواحد يعني إذا كان ليس على عاتقه شيء من ذلك الثوب، والمراد بالعاتق ما يكون بين المنكب وأسفل العنق، فقد أمر بتغطية هذا العاتق. وقال: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، أي ليدخل أحد الطرفين في الطرف الآخر. وفي هذا دلالة على وجوب تغطية أحد العاتقين في الصلاة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. جمهور أهل العلم يخالفون أحمد في ذلك، ويرون عدم وجوب تغطية العاتق في الصلاة، ولعل مذهب أحمد أرجح لهذا الحديث الصحيح المتفق عليه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم من الصغر على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قوله هنا كان رجال، أي بعض الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون عاقدي أي رابطي أزورهم، والإزار ما يغطي أسفل البدن، فإنهم يجعلون هذا الإزار ممتدا حتى يصل إلى العنق من أجل أن يغطي بعض أجسادهم. قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم من الصغر، أي ضعف حجمها، على أعناقهم كهيئة الصبيان، أي كما كانوا يفعلون بالصبيان في الزمن الأول، حيث يربطون ثيابهم في أعناقهم. وقال يعني أن النساء وجهن حينئذ بألا يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال، من أجل ألا يطلعوا على شيء من عورات الرجال، فإنهم عند ارتفاعهم قد يظهر من الرجال شيء من العورات بسبب قلة الثياب الموجودة عندهم. ففي هذا الحديث جواز صلاة الرجل بالثوب الواحد، خصوصا إذا لم يجد غيره. وفي الحديث أن الثوب إذا كان ضيقا سعى الإنسان إلى تغطية ما استطاع من بدنه. وفي الحديث جواز عقد الثياب وربط بعضها في بعض متى كان ذلك لمصلحة الصلاة. وفي هذا الحديث ضم الثياب عندما يخاف الإنسان على نفسه تكشف عورته. وفي هذا الحديث مخاطبة النساء بعدم الاطلاع على عورات الرجال خصوصا في الصلاة. وفي الحديث توجيه أو إرسال التوجيهات للمصلين بما يحقق مصلحة الصلاة، ومن ذلك تخصيص النساء ببعض التوجيهات التي تتعلق
بهن. في الحديث أيضا جواز أن يقال للمصلي انتظر واجلس، ومن أجل تحقيق مصلحة جاء بها الشرع. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان ينقل معهم الحجارة، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فخر فسقط إلى الأرض مغشيا عليه، وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني إزاري. فشد عليه إزاره، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قوله هنا لما بنيت الكعبة، وكان بناؤها قبل الهجرة بقرابة 28 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 25 سنة، وذلك أن الكعبة تهدمت فرأوا إعادة بنيانها، وكان من شأنهم أنهم اختصموا من الذي يضع الحجر الأسود، حتى هيأ الله النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بما أزال الخلاف عنهم. فلما بنيت الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا في ذلك الزمان يأخذون الحجارة للكعبة من جبل الكعبة الذي خلف جبل عمر، وذلك لأن الحجارة فيها من القوة ما ليس في الحجارة في غيره من الجبال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم في نقل الحجارة التي يبنون بها الكعبة، وكانت الحجارة ثقيلة وفيها شيء من الخشونة، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم إزار يغطي أسفل بدنه، فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت، أي فككت إزارك، وكانوا يعقدون الأزر، فجعلته على منكبك، والمنكب ما يكون بين عضد الإنسان وبين أسفل عنقه، وأراد بذلك أن يحمي منكبه من حرارة الحجارة وقسوتها وغلظها، من أجل أن يحمي الإزار منكبه من الحجارة. قال: فحل النبي، أي فك عقد إزاره، فجعل إزاره على منكبه، فحينئذ مباشرة سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض مغشيا عليه، جاءته حالة إغماء، عيناه إلى وطمحت، أي برزت عيناه إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزاري إزاري، أي أعطوني إزاري، أروني إزاري. فشد عليه إزاره، فما رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عريانا. ففي هذا الحديث كراهية التعري، وأن الشريعة جاءت بستر الأبدان، و إذا كان هذا خارج الصلاة فهو في الصلاة من باب أولى. وفي الحديث ذكر بناء الكعبة وفضل هذا البناء لمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وفي هذا الحديث استحباب التعاون فيما بين الناس في البناء، وخصوصا بناء مشاريع الخير والمساجد ونحوها. وفي الحديث أيضا تقدير الرجل لعمه واحترامه له، وكما قدر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد أثر التعري على الإنسان وتغييره لأحواله بسبب هذا التعري. وفي الحديث أيضا شد الإزار وربطه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، فقال: لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وعن صلاة بعد الصبح والعصر سمعته يقول: لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ونهى عن بيعتين، عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه وينظر إليه من غير نظر ولا تراض. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده لا ينظر إليه بالليل أو بالنهار، لا يقلبه إلا بذلك. وقال: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. قوله هنا عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن السنان، وهو من الصحابة الأجلاء، وقد روى كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. والغزوة هي خروج الجيش لمقاتلة الأعداء من غير المسلمين، ويكون ذلك مرجعه إلى أصحاب الولاية. قال: نهى رسول الله، أي طلب طلبا جازما، ترك صوم يوم الفطر. مراد بيوم الفطر يوم العيد الذي هو أول شهر شوال، وكذلك نهى عن صوم يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، فقال: لا صوم في يومين. لا صوم يعني أنه لا يصح الصوم في هذين اليومين، ولا يجوز الفطر والأضحى. وكذلك نهى عن لبستين، أما اللبسة الأولى فاشتمال الصماء، والمراد بها أن يجعل ثوبه على أحد شقيه أو أحد عاتقيه، فيغطي جزءا من بدنه ويبدو شقه الآخر ليس عليه ثوب. وكذلك نهى عن لبسة الاحتباء، والمراد بها أن يكون هناك ثوب واحد من قماش واحد ليس فيه تفصيل، فيقوم بلفه على أعلى بدنه بحيث إذا ركع أو سجد ظهرت عورته، وحينئذ نهي عن هذا الاحتباء بأن يكون عليه ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وكذلك نهى عن الصلاة بعد الصبح، وكلمة الصبح هنا جماهير أهل العلم على أن المراد بها طلوع الفجر، فبمجرد أذان الفجر ينهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. وكذلك نهى عن الصلاة بعد العصر، والمراد به هنا أداء صلاة العصر، أداء صلاة العصر. وسمعته يقول: لا صلاة، أي أنها لا تصح ولا تجزئ بعد صلاتين بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ونهى عن بيعتين، أي عن طريقتين في التعامل المالي، أولاهما بيع المنابذة، والنبذ في اللغة الطرح، إذا طرحت الشيء وألقيته قيل نبذه، والمراد بها هنا أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل آخر بحيث يشتري منه الثوب قبل أن يفكر فيه وأن يتأمل في صفاته وأن يقوم بتقليبه وأن ينظر إليه من غير نظر ولا تراض، كأنه يقول: أي ثوب ألقيته عليك يكون عليك بعشرة. ونهى عن بيع آخر، ألا وهو الملامسة، والملامسة مأخوذ من اللمس، وهو مس الشيء بواسطة اليد، والمراد بها يقول: أي ثوب تلمسه
يكون لك بالسعر الفلاني. والمعنى في النهي عن الملامسة والمنابذة ما فيهما من الجهالة وعدم العلم التام بالمبيع قبل العقد. ولذلك هو في الملامسة لا ينظر إلى الثوب ليلا ولا نهارا ولا يقلبه، وإنما يكتفي بلمسه. وقال لا تسافر، والمراد بالسفر الانتقال من بلد إلى آخر، وسمي بهذا الاسم من الإسفار، وهو الإظهار والبروز. ولذا قيل عن النور سفر وأسفرت، وبالتالي فهذا هو المراد بالسفر. فالأصل في كلمة السفر الخروج من بلد إلى آخر. قال ولا تسافر امرأة، وامرأة تشمل الكبيرة والصغيرة، المتزوجة وغير المتزوجة، مسيرة يومين. والمراد بمسيرة اليومين 80 كيلا، 80 كيلا، لأنهم كانوا يقطعون في اليوم 40 كيلا، فهذا هو مسيرة اليوم بالنسبة لسير الجمال. قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها، وهو من عقد عليها بعقد النكاح الصحيح أو ذو محرم، وهو من تحرم عليه تحريما أبديا بنسب أو سبب مباح. فيشمل هذا الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الأخ وأبناء الأخت والأعمام والأخوال، هؤلاء تحرم عليهم بالنسب. ومثل هؤلاء من تحرم عليه بواسطة الرضاعة، فإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشد، شد الشيء ربطه، ولا تشد الرحال، مراد بالرحال الإبل، كانوا يضعون عليها متاعهم في أسفارهم ويربطونها بالحبال لئلا يسقط المتاع. فهذه اللفظة لا تشد الرحال كناية عن الأسفار والانتقال من بلد إلى آخر. قال ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهذه يجوز شد الرحل إليها: مسجد الحرام وهو مسجدكم هذا، والمسجد الأقصى الذي يكون في القدس، سمي بهذا الاسم لبعده عن المسجدين الآخرين، ومسجد هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذا الحديث مليء بالفوائد، منها تحريم الصوم يوم عيد النحر وعيد الفطر، وأن الصيام فيهما حرام يأثم صاحبه، وفيه أن من صام يوم العيد لم يجزئه، سواء صامه قضاء أو صامه كفارة أو صامه نذرا. وفي الحديث أن من نذر صوم يوم العيد فإنه لا يصوم يوم العيد، ولكن اختلفوا في من نذر أن يصوم يوم العيد ماذا يفعل. وللعلماء فيه 3 أقوال، فمنهم من يقول عليه كفارة يمين لأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وقال طائفة بأنه يلزمه أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، وقال طائفة لا يلزمه شيء. فالجمهور قالوا بالأول أنه يجب عليه كفارة اليمين، والحنفية قالوا يقضي يوما آخر. ومنشأ الخلاف في هذا هو أن الفساد والبطلان هل هما شيء واحد كما قال الجمهور، وبالتالي يبطل هذا النذر ولا يلزمه صيام ويجب عليه كفارة يمين عند مالك وأحمد، خلافا للشافعي الذي يقول لا يلزمه شيء، أو بأن هذا يقال عنه فاسد. فالحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل ما نهي عنه بأصله وهذا لا يمكن تصحيحه، والفاسد
ما نهي عنه بوصفه. قال: وصوم يوم العيد لم ينهى هنا عن الصوم، وإنما نهي عن إيقاع الصوم في يوم العيد، وبالتالي يكون فاسدا وليس بباطل. والفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه، وبالتالي يقولون عليه أن يصوم يوما آخر. فهذا مذهب الحنفية، والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، ويقولون بأن التفريق بين الأصل والوصف إنما هو في الأذهان وليس في الخارج، فإن الشيء في الخارج لا يقع إلا بوصفه، وبالتالي لا يصح أن نفرق بينهما. ومذهب الجمهور في هذا أقوى، والبحث في كتب الأصول مشهور هناك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صوم، فإن هذا فيه دلالة على عدم صحة صوم يوم العيدين، فإن نفي الصحة تدل على عدم الإجزاء، ونفي العمل يدل على عدم اعتباره. وفي هذا الحديث دلالة على أن الصيام يكون في اليوم الذي هو النهار. وفي هذا الحديث النهي عن اشتمال الصم ولبسة الاحتباء، وفي هذا الحديث حرص الشريعة على ستر العورات وعدم إظهارها، وحرص الشريعة على التستر في اللباس، وفي الحديث النهي عن اشتمال الصم، وفي الحديث النهي عن الاحتباء، وفيه بيان أن الاحتباء يكون بالاقتصار على ثوب واحد لا يكون على الفرج منه شيء. وفي هذا الحديث أيضا أن الأصل جواز أن يجلس الإنسان على أي حال ما لم يؤدي إلى محظور شرعي، ومنها بروز العورات، ولذا نهي عن الاحتباء. وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفيه أن الصلاة تقع باطلة لا يعد بها إلا ما ورد في الشرع استثناؤه. وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وأن هذا من أوقات النهي التي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. في الحديث دلالة على عدم الصحة للصلاة التي توقع بعد العصر أو بعد الفجر، لأن الأصل في نفي الذات أن يحمل على الصحة الشرعية. وفي هذا الحديث أنه إذا ارتفعت الشمس جاز للإنسان أن يصلي، ومثله في غياب الشمس، فإذا غابت الشمس جاز للإنسان أن يصلي، كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. فالحنفية يقولون يمتد وقت النهي إلى صلاة المغرب، والجمهور يقولون بمجرد غروب الشمس ينتهي وقت النهي، ولذلك هم لا يرون مشروعية أن يصلي الإنسان قبل صلاة المغرب بعد مغيب الشمس، بل يرون أن في ذلك مخالفة لهذا الحديث الذي ورد بالنهي. وفي الحديث النهي عن بيع المنابذة والنهي عن بيع الملامسة، وظاهر هذا عدم صحة هذين النوعين من أنواع البيع، والمعنى فيهما ما فيها من الجهالة التي لا تكشف حقيقة المبيع. وفي هذا الحديث ترغيب المشتري بأن ينظر في السلعة التي يريد شراءها، وبذل الأسباب المؤدية إلى تميز صفاتها ومعرفة حالها. وفي هذا الحديث سعي الشارع إلى التستر وتغطية جميع أجزاء البدن. وفي هذا الحديث أن البيوع لا بد فيها من التراضي، ولا يصح أن يكون هناك عقد بدون تراض. وفي الحديث جواز لمس الرجل لثوب غيره. وفي الحديث أيضا أن بيوع الجهالة لا يجوز إيقاعها في ليل ولا في نهار، أنه لا يصح العقد معها سواء كان ذلك في ليل
أو في نهار. وفي الحديث نهي المرأة عن الأسفار بدون محرم، وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا لم تجد محرما للحج فإنها لا تحج. وفي الحديث حج المرأة مع زوجها أو مع محرمها. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن من لم تجد محرما ووجدت رفقة صالحة أو نساء ثقات فإنها لا تسافر لعدم المحرم معها. وفي هذا الحديث أن المحرم يجوز له أن يسافر بالمرأة إذا كان مأمونا عليها. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن أقل مسافة القصر هي مسيرة 80 كيلا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة بأن مسيرة ومسافة السفر هي مسيرة 3 أيام ب120 كيلا. وقال بعض المحدثين بأنها بمسيرة اليوم بقرابة 40 كيلا. وفي هذا الحديث أيضا نهي الناس عن الأسفار لأي بقعة لذات البقعة على جهة العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، سواء كانت مسجدا أو كانت مقبرة أو كانت محلا يتقرب لله بالذهاب إليه والسفر من أجله. فإن الشريعة منعت من الأسفار لقصد بقعة بعينها. ولكن لو سافر الإنسان لأداء عمل، كمن سافر لطلب العلم أو سافر للجهاد أو سافر لتحقيق مقصود شرعي، فلا حرج عليه في هذه الأسفار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بالحديث النهي عن أن يسافر الإنسان إلى بقعة بذاتها لاعتقادها أن تلك البقعة لها خاصية في شيء من العبادات. وفي هذا الحديث استثناء المساجد 3 وتخصيصها بجواز الذهاب سفرا إليها. وفي هذا الحديث فضل الصلاة في مساجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وفي هذا الحديث أيضا فضل هذه المساجد وعظم أجر الصلاة فيها. فهذا شيء من فوائد هذه الأحاديث. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، كما نسأله جل وعلا أن يكون معنا مؤيدا ونصيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.